This place is so nostalgic inside. It's dim in your eyes, but how this life can be so. والله بص مش هكدب عليك، نزولنا الساقية، مش الساقية برضه من الأماكن، أول مكان أو تالت مكان مثلا نلعب فيه عشان نعمل أي حاجة. فكرنا إنه أحسن بكتير أوي إن إحنا لما نيجي ننزل الساقية تاني مرة. إحنا آخر مرة نزلنا كانت سنة 2009 شهر 4، من ساعتها ما نزلناش في الساقية خالص. حسينا إن هو إحنا محتاجين نكمل الألبوم قبل ما ننزل تاني. جينا لقينا الناس بتسأل انتوا فين يا جماعه، بقالكم فتره ما عملتوش اي حاجه، طب ما ايه النظام؟ اتكلمنا مع بعض، طب ليه لا، تعالوا ننزل مره كده لغايه لما نخلص في الالبوم، بعد كده ننزل الريليس بتاع الالبوم على طول. بص حاسين ان احنا ممكن نعمل احسن، كل ما بنيجي نطلع نتيجه بحس ان ممكن نتيجة احسن من لو صبرنا شوية. فده عارف لما بتبقى perfectionist شوية، دي موجودة في كل واحد في الباند تقريبا. فحسينا ان هو ممكن ان احنا لو قعدنا شوية على الالبوم قدرنا نوصله لمرحلة الثيم اللي احنا عايزينها توصل بينا. هو ثيم سكيزوفرينيك جدا، لان احنا كباند حتى من زمان معروف عنا ان احنا ملناش اتجاه في المزيكا واحد، اللي هو ده لا لو تسمع التراك ده هو ايه، لا هو ستايل اكتر ما هو اتجاه. يعني لما تيجي تسمع اغنيه عارف كويس قوي ان الصوت هاني، الجيتار ده لا الجيتار ده طريقته بتاعت مصطفى، الشغل ده بتاع مروان، الساوند كله هو اللي بيهمنا اكتر ما هو الجانر بتاع الاغنيه ايه. ده يوم المنيو مثلا عاوزين ننزل كونسرت مثلا الساقيه اللي جايه دي، انت بقالك فتره كبيره يعني ما بتنزلش كونسرت، فلما تيجي عاوز تنزل كونسرت تانيه تبقى عاوز تنزلها كل حاجه بقى فيها ايه كويسه، من ناحيه بقى اوتبوت، من ناحيه مزيكا بتتلعب، من ناحيه بيرفورمانس، من ناحيه وات ايفر بقى ايه اللي موجود. It's getting hard to pretend there's nothing that can be done. My life has just begun. يعني احنا متحمسين جدا، معناها تحمس غير عادي. يعني احنا محتاجين فعلا الناس اللي تبقى مش نازله طبيعيه زي حفلتنا القديمه. من كتر ما احنا متحمسين وعايزين نعمل حاجه مختلفه، انا يعني حتى الاغاني اللي بنحب نلعبها مش هتلعب ان انت ليه تسمعها تقول اه انا سمعتها قبل كده، بس في حاجه مختلفه فيها، فاهم؟ فده اللي هنعمله في الحفل، الحفله دي الحفله بتاعتنا ان شاء الله. انا في اغنيتين كمان مفاجاه بصراحه، اغنيتين ما نعرفش حاجه بصراحه.